مشاهدينا مشاهدين قناة الصحة والجمال في كل مكان أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج سؤال معايا أنا شيماء محمود معادنا هو يوم الأربعاء الساعة 12 ونص آه عادت برنامجنا سؤال إحنا بنسأل السؤال بنشوف الإجابة بنوصل لحلول وأحيانا بنحاول نتكيف مع أقل الخسائر أو أقل الحلول إفادة بالنسبة لنا لكن في أوقات آه الحل مش موجود او اوقات احنا بنكون مش عايزين نعرف ايه هو الحل وايه هي الاجابه مش عايزين نسمعها حتى بنتوجع ونتأزم واحنا بنسال السؤال لما تسال حد هو انت كسرتني ليه هو انت وجعتني ليه هو انت ليه جيت عليا قوي كده اسئله واحنا بنقولها صحيح بنقولها بمنتهى الوجع بس حتى مش عايزين نسمع صوتنا واحنا بنتالم واحنا بنقولها وكذلك الاجابه على الاسئله دي صحيح ممكن ساعات بتريح لو في اعذار حقيقيه ولكن في اسئله او السؤال بتاعنا النهارده تحديدا عمره ابدا ما هيريح اللي هيسمعه سواء كان هو بيساله او حتى لو سمع الاجابه ليه الخيانه؟ هو ده موضوع حلقتنا النهارده ليه الخيانه الخيانه تحديدا والنهارده هنتكلم عنها بزاويه مختلفه تماما العادي ان احنا بنتكلم عن خيانه الراجل للست واللي بيخونها واللي بيظلمها وان هو عنده تعدد وعنده علاقات لكن النهارده هنتكلم في زاويه خاصه جدا للخيانه مش كتير بيتكلم عنها وهي خيانه الست للراجل هو ده موضوع حلقتنا النهارده ليه الخيانه الكلام ده بيحصل ليه والسؤال ده اثاره ايه كل ده هنعرفه بس بعد الفاصل استنونا <applause> مع حضراتكم النهارده ورجعنا بعد الفاصل وسؤالنا كان قبل الفاصل هو ليه الخيانه والزاويه الخاصه اللي احنا بنتكلم عنها النهارده هي خيانه الست للراجل بس خلوني الاول نتكلم عن مفهوم الخيانه يعني ايه خيانه؟ حد بيخون حد يعني حد مش بيبقى محل للثقه، في كسره للمشاعر، في ظلم بيحصل، في امانه بتتخان، في ثقه بتتهد، في وجع بيحصل. انا امنت حد على مشاعر وعلى نفسي وعلى فلوسي وعلى حياتي وهو ما كانش قد الثقه دي فمن هنا بيبتدي احساس الالم والوجع خصوصا لو لقينا طرف صادق جدا في تعاملاته ومشاعره وطرف لا طرف بيخدع وبيظلم وبيكذب وبيخون وطرف بيدي بكل حب وبكل حنان وبكل طاقه ايجابيه من هنا بيبقى احساس الالم والوجع واحساس الخيانه ده شيء فظيع ومؤلم وقد ايه احساس قاسي لما تحس ان اللي قصادك بيخدعك بيكذب عليك لان اللي بيخون بيكذب وبيخدع وبيوهم اللي قصاده، فازاي الناس بتكون قادره ان هي يهون عليها مشاعر الناس اللي قدامها بالطريقه دي وبالاسلوب ده، في بعض القسوه وبعض الجمود، الخيانه موضوع بيسبب في كتير جدا من المشاكل وكتير جدا من الجرايم، وتحديدا خيانه الزوجه للزوج اللي هو الموضوع اللي احنا بنتكلم عنه النهارده، بس قبل ما ناخد المعنى الخاص بالعلاقه الزوجيه، هي الخيانه مفهوم عام احنا ممكن يبقى فيه كاصدقاء يخونوا بعض كاحباب كزمايل الخيانه ملهاش دعوه ابدا بالعلاقه الزوجيه ولكن بتظهر المشاكل والجرائم والمصايب فيها بشكل كبير لان هي بتوصل للحد الكبير اللي هو حد الزنا او حد خيانه الزوجه لزوجها وده بيكون درجات يعني خيانه الزوجه لزوجها بتكون درجات واخرهم هي وقوع في الكبائر ولكن ممكن اسباب كتيره قوي نقول عليها خيانه هنتكلم عنها في حلقتنا النهارده بس خلوني اعذر الست اللي بتخون لا بس ليها اسباب زي ما دايما احنا بنقول للراجل هو خان مراته علشان هي مهمله في البيت هي مش مهتمه بيه هي مش مهتمه بنفسها وبنوجد ليه اعذار هل احنا في مجتمعنا وهل احنا ما بيننا وما بين بعض هنقبل للزوجه ان هي يبقى عندها اعذار او هنقبل للست ان هي تقول اصل عندي اسبابي اللي خلتني اخون انا بقول لكم لا مهما كان في اعذار ومهما كان في اسباب لازم يبقى في نفس قويه تقدر تتحكم في ده وتقدر تواجه وتقدر تبعد لو في حاجه مش مريحاها بس مش هنقدر ننكر ان في حاجات وفي دوافع طب احنا هنقولها ليه؟ هنقولها علشان الراجل يراعي ده مش عشان الست ما تخنوش لا علشان هو بيبقى عنده قصور آه القصور ده ممكن فيما بعد يتسبب بشكل غير مقصود وهي برده تقع في آه الخيانه بشكل غير مقصود غصب عنها وغصب عنه طب زي ايه مثلا في بعض الستات بتقول انا هخونه علشان هو خني يعني بالنسبه لهم ايه انا هاخد حقي بطريقتي هدوقه من اللي انا دقته الغايه تبرر الوسيله بالنسبه لهم وطبعا في الموضوع ده بالذات لا يجوز ابدا ان الغايه تبرر الوسيله ما ينفعش الست تخون الراجل علشان هو خانها خالص مش مبرر ولكن في بعض الستات نفسهم بتكون ضعيفة أو إحساسهم بالقهر والظلم والحقد لما بيحصل حاجة زي كده بما أن الشعور ده شعور قاسي ومؤلم ومش أي حد يقدر يتجاوزه فبيردوا الإساءة بالإساءة زي ما بعض الناس بتعمل كده إيه الأسباب التانية اللي ممكن تخلي الست تغلط أو الست تخون الراجل اللي معاها أهملها خانها مش بيهتم بيها احنا بنقول الاهتمام مش بيطلب لا في المواقف اللي زي كده وفي العلاقات الزوجيه تحديدا العلاقات الزوجيه لازم الست تطلب، ما هو انت طول الوقت لما انت بتبقي زعلانه، وطول الوقت لما تخزني، طول الوقت لما تكتمي جواكي المشاعر السلبيه او الاحتياج للراجل اللي معاكي من غير ما تقولي، ده هيولد الانفجار، يعني هيجي في وقت انت مش هتقدري تستحملي، فهتتراكم المشاكل وهتبتدي بقى يا هتواجهي ويبقى في صدام وانفصال، يا هتتصرفي بشكل تدوري على راحتك بره او تدوري على كلمه حلوه تسمعيها او حد يمدح فيكي وفي جمالك هتدوري غصب عنك عن ده بره ولما تلاقي حد نفسه ضعيفه بيقولك كده الموضوع هتحسي ان رجلك بتيجي واحده في واحده لحد ما تقعي في في المحظور من غير ما تحسي. في بعض السيدات بتقول انا حاسه ان انا لوحدي انا متجوزه على الورق جوزي مش معايا طول الوقت مسافر معرفش عنه حاجه وتبتدي بقى حاسه ان هي لوحدها وتسمع اي كلمه او تدور على ناس تسمعها حاجات هي محتاجاها محتاجه تحس بانوثتها فبتعوض ده. في نقط بتوقعك بشكل انت في البدايه مش بتبقي حاسه بيه بس هي موجوده فنعالجها بدل ما الظروف تاخدنا ان احنا نعمل مشكله كبيره يعني ازمه في المجتمع حقيقيه وازمه في كيان الاسره والاهل مش هنقدر نواجهها في الوحده تحديدا غياب الزوج واحيانا الزوج بيغيب عشان شغله او علشان نسافر بس انا نصيحه بقولها لكل زوج وهو ما ما تزهقش من مراتك او ما تتعبش منها او تقول ايه التفاهه دي ان هي طول الوقت تقول لك انت فين لا ارجع لا انا اسافر لك او ارجع لي او نقعد مع بعض طول طول ما هي بتتكلم كده وحاسه بغيابك بجد طول ما هي باقيه عليك لما انت تقلق لما هي مش عايزاك معاها بالسنه والاتنين والتلاته ودي حاجه مش فارقه من هنا هيبقى في الخطر ف احتياج الست ليك نقطه مهمه جدا اوعى تستهين بيها وتحس ان هي حاجه ملهاش لازمه هتفرق معاها بشكل كبير جدا وهتخليك وهتخلي الاسره وهتخلي الست نفسها تتفادى اه اي مشاكل ممكن تحصل بعدين في بعض السيدات تقول ايه انا اصلا ما بحبوش اهلي جوزوني غصب عني ومفيش ما بيننا مشاعر فخلاص انا مخصوبه وتعيش في دور الضحيه انا ضحيه وطول الوقت عايشه في قهر وظلم بالنسبه لها يعني ممكن يكون الراجل كويس معاها فعلا بس هي حاسه أنها هي مظلومه ومقهوره ومجروحه ومغلوبه على امرها انا بقول لك في المواقف اللي زي كده وجهي في المواقف اللي زي دي ابعدي ما تقوليش انا متجوزه على ورق بس خصوصا لو الراجل كويس معاكي وعامل اللي عليه وزياده ومراعي ربنا فيكي وفي الولاد وبيصرف عليكي ما تقوليش انا هعمل ايه انا مش حاسه اصل مشاعري دي قلبي ده مش بايدي لا بايدك بايدك ان انت تبقي انسانه محترمه تحافظي على اسم اللي معاكي وعلى كيانك وعلى كيان بيتك واولادك بايدك ان انت من حقك ان انت تبقي مش قادره توجهي مشاعرك للانسان اللي معاكي دي مشاعر بس ما تغلطيش لازم توقفي، لازم تبقي قادرة توجهي وتقولي لا، إحنا دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف، أنت خلاص يعني أنت في الأول اتجوزتي غصب عنك، بعد كده مفيش حاجة بقى اسمها غصب عني، لكن غصب عنك دي توصلك أنك تعيشي في دور الضحية علشان تغلطي مش مقبول ومش مسموح بالمرة. آه كمان عندنا آه آه في آه نقطة آه مهمة هي بقى التوقع، توقع ان الحياه الزوجيه حياه جميله جدا الاستاذ اللي بيقف تحت البيت بالورده والهدايا والشيكولاته اللي ماليه الدنيا ويوم عيد ميلادك البلالين اللي بتبقى مغرقه البلكونات ومفاجاتك الحلوه دي ايام الخطوبه مش زي الجواز خالص ممكن في بدايات وحلاوه البدايات بتبقى كده بس الحياه ما بتكملش كده جو المسلسلات التركي والهندي والسوري والحاجات اللطيفة الجميلة دي المشاعر دي انتي بتعيشي فيها وتفتكري انك خلاص هتبقي سندريلا خالص الحصان الابيض اللي, اللي بيجي الفارس يخطفك عليه ده وقت معين وممكن تلاقي حد رومانسي ويعيشك الحاجات دي في البداية برضو لكن الحياة الزوجية مختلفة تماما ومشاكلها وضغوطاتها مختلفة تماما عن اللي انت عايزة تكملي بيه فاللي انت شفتيه في الاول مش هو اللي هتشوفيه في الاخر وتبقوا انتوا الاثنين غلطانين يعني هو الراجل بيبقى غلطان وانت كمان غلطانة لو متخيلين ان انتوا هتعيشوا في مثالية بحتة الحياة بمشاكلها مختلفة، في اتنين بيتفقوا إن هم يعيشوا حياة سوية علشان خاطر ولادهم، فالأحلام الوردية دي نقطة مش يعني مش موجودة، فيعني ننزل شوية كده على أرض الواقع ونستوعب الحياة اللي موجودة حوالينا. كمان عندنا انتشار وسائل التواصل الاجتماعي اللي بتخلي في ناس مش موجودة تخش حياتنا وتعرف تفاصيل حياتنا وتخش لنا من ثغراتنا والنقط اللي هي ضعيفه فينا في ناس ضعيفه النفوس فعلا فبتستغل ناس احتياجها لحنان لاهتمام لحب الكلام حد يسمعها حتى ممكن في ناس احتياجها بس ان الاقي حد يسمعني ففي ناس ضعاف النفوس بيخشوا وارجع واقول لكم ان ده اسمه عالم افتراضي يعني انا بفترض الناس دي وبفترض الحياه دي عمرها ابدا ما بتبقى حياه حقيقيه ولا حتى ناس حقيقيه ما تخلوش ناس ما لازمه تدخل حياتكم بمزاجكم وتادي ان هي توقعكم في مشاكل كتير ونقطه مهمه جدا بقى غياب الدين غياب الاخلاق انت مش قريبه من ربنا كفايه مش بس الالتزام لا مش قريبه من ربنا انك يهون عليكي حد تخدعيه مش قريبه من ربنا ان يهون عليكي ان انت تتجاوزي حد من حدود ربنا في علاقه من اسمى ما يكون ان هي تبقى موجوده انت حاساها عادي ومن حقك عادي وللاسف بنشوف جرايم كتير بنشوف الست اللي بيبقى لها عشيق وبيعملوا علاقه وبتبجح من حقي انا من حقي مش من حقك خالص يعني دي نقطه يعني خطيره جدا انا بزعل يعني انا مش عايزين نتطرق لنقطه الكلام والجرائم والنسبه مين قتل مين ومين حق مش عايزين الموضوع يخش بشكل مأساوي بس موضوع خطير جدا بيؤدي لمشاكل كبيره جدا وجرائم ودمار شامل لكل الاطراف ف... بلاش نوصل نفسنا لحاجات زي كده، هل الخيانه هي زي ما قلنا الحد الكبير اللي احنا بنتكلم عنه؟ لا خالص، في اشكال كتيره للخيانه، كون ان انا مثلا شايفه حد ايه ده ده جميل ده لطيف ده انا بستريح له بتكلم معاه ده هو بيفضفض لي وانا بفضفض له لا ما تعمليش كده، تفضفضي ايه وانتي في عصمه راجل تاني وانتي في ذمه راجل تاني وبتسمعي راجل تاني ازاي؟ اعرفي واحدة صاحبتك اتكلمي معاها ما فيش عندك اهلك ما فيش يبقى ملوش لازمه اتكلمي مع نفسك في قدام المرايه اتكلمي مع اتجنني احسن من لما تغلطي وتوصلي ان انتي تعملي جريمه زي كده جريمه بمعنى الكلمه فالعين العين دي نوع من انواع الخيانه انا بص حد يعجبني وانا في ذمه حد تاني او في حياتي حد تاني فدي مشكله اقول لكم على حاجه والله العظيم اللي بيحب حد بجد مهما شاف مهما شاف من اغراءات ومهما شاف من مميزات ما بيشوفش غير اللي بيحبه في وشوش كل الناس ودي ودي بجد فعلا الناس اللي قلبها صادق بجد وحبها بجد آه ما ينفعش تبقي انت يلفت نظرك واحد عشان اغنى دي كارثه طب انت وافقتي ليه في الاول تبقى انت عندك مشكله انت ست لعوب وانا اسفه ان انا بقول كده في ستات بتخون علشان هي ست خاينه بصرف النظر بقى عن ايه اسبابها ودوافعها ونفسها ضعيفه ومش قادره تسيطر على نفسها ضعفت تعبت خابت خافت في ست خاينه بطبعها زي ما في راجل خاين بطبعه في ست خاينه بطبعها مكالمه التليفون اللي انت شايفاها حاجه عاديه جدا دي خيانه اوعي تكوني فاكره ان الحد زي ما قلنا هو الزنا لا اي حاجه بتحصل وأنتي مسؤوله من راجل تاني فيها تجاوز تبقى أنتي ست خاينه ووقفي مع نفسك كده وقولي الحمد لله ان ربنا مكملها عليك لحد اللحظه دي بالستر وما تتماديش في حاجه زي كده لان بتبقى الفضيحه كبيره ومهينه وزي ما الناس كتيره بتقول وكلمه قديمه والناس بتقولها عار عار بيبقى عليكي وعلى اهلك وعلى الراجل اللي معاكي وعلى جيرانك وملازم عيالك للاسف الشديد لو أنتي لسه عندك اولاد في خيالك وتفكيرك واحلامك يا جوز صاحبتي ده مثلا لو هو الانسان اللي انا مرتبطه بيه شوفي أنتي بتتخيلي مثلا حياه تانية وراجل تاني دي خيانه حضرتك كده انت مش اهل ومش كفء للبني ادم اللي معاكي وأنتي عندك مشكله فاي واحده حقيقي سواء كانت زوجة أو لسه مخطوبة لأن في مشاكل كتيرة بتقع بتبقى في واحدة مخطوبة مثلا شايفة أن في حد أروش ألز جميل لطيف يلفت نظرها هوب بتقوم عاملة إيه بقى سايبة خطيبها ورايحة للتاني وبتعيش مأساة حقيقي لكن خلي عينك مليانه من حقك ان أنت قبل خطوه الجواز دي ممكن توقفيها شويه وتقولي ان انا مش مرتاحه بس اوعي تظلمي انسان معاكي واوعي تخوني كلامنا عن الخيانه لسه مكمل بس دلوقتي هنروح فاصل ونرجع نكمل موضوعنا مع حضراتكم للخيانه هو ده السؤال <applause> عن الخيانه وسؤالنا ليه الخيانه والزاويه الخاصه جدا جدا اللي احنا بنتكلم عنها اللي مش كتير بيتكلم عنها هي خيانه الست للراجل بصرف النظر عن هما بيحبوا بعض هما بيتعاملوا كمخطوبين او بيتعاملوا كازواج ونقطه الخيانه دي زي ما قلنا نقطه مهينه ونقطه يعني ارفضي او ابعدي او خدي موقف او واجهي وانتي محترمه نفسك ومحترمه كيانك ومحترمه انوثتك. من غير ما تبقي سبب انك تزلي نفسك وتزلي اللي حواليكي وتزلي الراجل اللي هو مامنك ما على بيته وعياله خصوصا لو هو انسان مثالي او الى حد ما مثالي يعني هو طيب وبيراعي ربنا فيكي وفي الولاد وبيصرف عليكي هتعوزي ايه تاني وبيعاملك معامله طيبه ودي نقطه مهمه ويمكن المعامله السيئه هي النقطه اللي بتخلي كتير من الستات بتنفر من العلاقه وهي ونفسها بقى نفسها ضعيفه بتنجرف تحت اي حاجه اللي نفسها سوية بتعيش مقهورة ومظلومة فلا خدي موقف وواجهي واستشيري الناس اللي هي بتدور على مصلحتك وعيشي حياتك صح باحترام في قرب من ربنا اجي بقى للراجل اتنين عندنا دلوقتي نموذجين للرجاله الراجل اللي بيتعرض للخيانه او لمراته بيخونه والراجل اللي بيخون الراجل اللي بيخون ده يعني انا عن نفسي أنا هو وانا واقفه اهو بكلمكم انا مش عارفه اقول عليه ايه ومش هتكلم دينيا ومش هقول ان ده الانسان ده عقوبته ايه في الدنيا وفي الاخره وهو عارف ان هو بيعمل علاقه مع واحده متجوزه على ذمه رجل تاني مش هنتكلم عن النقطه دي ومش موضوعنا ان احنا نتكلم فيها دلوقتي بس عمل يعني او جريمه او فعل بجد مسيء ويثير الاشمئزاز والزعل ان في ناس بتهون على بعض كده خصوصا ان الراجل عارف كويس قوي ان قد ايه حاجه زي كده بتيجي على الجرح وبتيجي على الكرامه وبتوجع الراجل سيبكم من من الفعل نفسه احساسه كراجل ان اتهزت رجولته دي شيء صعب فعلا شيء صعب عشان كده انا النهارده بقول انا انا هكون في صف الراجل في الراجل بقى اللي هو الزوج او الطرف معلش اسمعها مني انت هتقدم حب واهتمام واحترام هتلاقيه هتقدم معامله طيبه وتفاهم هتلاقيهم هتقدم اهتمام بالذات هتلاقيه لما بيبقى عندك خلل في النقط اللي انت للاسف اللي بعض الرجاله بيبقوا شايفينها تافهه دي ممكن تسبب مشاكل انا مش بعذرهم خالص بس انا بوضح ان حاجات بسيطه الرجاله بيبقى شايفينها بسيطه جدا ممكن تسبب مشاكل كتير طيب انا لما اتعرض للخيانه بقى ايه اللي بيحصل بيحصل ان الراجل اللي بيتعرض للخيانه ده خلاص بقى فقد الثقه في كل حاجه فقد الثقه في حواليه اهله آه بيبقوا له بصه مش حلوه الدنيا عنده بتبقى بايظه تماما طيب يعمل ايه هقول لكم انا يعمل ايه شايفين الست لما احنا بنقول ان هي لازم تبقى تهتم بنفسها تلبس كويس تنسى الراجل كمان لازم يعمل كده لازم ينسى ويتجاوز يستشير اهل الخبره اهل الدين اهل الفقه الناس الثقه يهتم جدا بنفسه ويتجاوز مرحله الغضب ويمسك نفسه يعني قضم الغيظ في المواقف اللي زي كده مهمه جدا لازم تقدر تتحكم في سلوكك الجا لمتخصص الجا لدكتور الجا لرجل دين واهتم بنفسك وعيش حياتك بشكل سليم وانسى خليها مرحله وعدت وافكركم ان الحياه الزوجيه دي علاقه مقدسه لازم كلنا واحنا داخلين عليها نفهمها كويس ونفهم ان احنا مسؤولين عن نفسنا وعن اللي معانا وعن اجيال هي هتواجه المجتمع بسبب سلوكنا وتربيتنا ليهم سؤال جديد الحلقه الجايه هنتكلم عنه بس الاسبوع الجاي ان شاء الله قبل نص ساعه دلوقتي في برنامج سؤال استنونا <applause>